بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم هو الجمعة الموافق 29 من شهر أيلول 2023، في هذه الجولة القصيرة لمتابعة النباتات المزروعة في نظام الزراعة المائية بواسطة الأنابيب فوق سطح المنزل. طبعا الحمد لله بالنسبة للتزهير و عقد الثمار هذا بالنسبة للرقي الأصفر، الأزهار التي قمنا بتلقيحها سابقا. وكذلك بالنسبة لأزهار الطماطم البلحية وكذلك تفتح أزهار الطماطم العادية البذور F1 وكذلك الطماطم الكرزية والطماطم الكمثرية. طبعا قمنا بترقيد النباتات وثني أفرعها باتجاه الأنبوب لغرض التقليل من أطوالها المتزايدة. بالنسبة للطماطم من خلال نموها تظهر الأفرع الإبطية، الجانبية. هذه بطبيعة الحال سوف تؤدي إلى التقليل من سرعة نمو النباتات وإضعافها بسبب مشاركتها في امتصاص الغذاء. تجب إزالتها والتخلص من عدها، إلا أنه ممكن الاستفادة منها من خلال قصها والاستفادة من خلال وضعها في قدح من الماء لغرض تجذيرها. سوف تقوم باستخراج الجذور بعد مدة قصيرة، عدة أيام، وبعدها يمكن الاستفادة منها كنبات جديد ونقله إلى نظام الزراعة المائية. لدينا هنا بعض الأقداح الخالية بسبب أن كمية الشتلات كانت قليلة أو أن بعض النباتات قد تعرضت إلى كسر أو فشل في الإنبات. هذه الأفرع سوف بعد تجديرها سوف تقوم بتعويض هذا النقص، ويمكن الاستفادة من هذه الأفرع بهذه الطريقة. أي فرع موجود كأن يكون مثلا هذا، مجرد أنه إزالته بهذا الشكل. ووضعه في قدح فيه ماء. بعد مدة قصيرة إن شاء الله سوف تخرج الجذور ويكون بدوره نبات جديد. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.